بيجري بيجري شايع بيجري وبيلعبها طويلة لماجد وبيجري ماجد وبيعدي وجول. ماجد بيسجل الهدف الثالث. ماجد بيسجل الهدف الثالث. 3 أهداف للمنتخب السعودي. كرة حلوة توصل لشايع اديها لماجد. ماجد رجعها لشايع وينطلق ماجد عبد الله من وسط كل المدافعين حتى يصل للكرة بعيدا عن اي اشكال وبياكل حارس المرمى زي ما احنا شايفين وبيحطها هدف.